السلام عليكم. اليوم سنغوص إلى أعماق الصحافة المغربية. علاقات سياسية، علاقات عاطفية، علاقات مالية ورشاوى قانونية. كيف تباع وتشترى هذه الصحافة؟ ولماذا يسجن بعض الصحفيين؟ وسبب خوف النظام من الإعلام وأشياء أخرى. نرحب بكم في هذه الحلقة الثالثة حول الصحافة بالمغرب. لقد سبق وكشفنا سر شوف تي في وأشياء أخرى. شاهدوا هذه الحلقات التي تتضمن معلومات صادمة. اليوم في هذه الحلقة سيحضر معنا ضيوف كنماذج فقط كنماذج من أجل فهم ما يحصل. شاهد هذا المقطع. سلق جالي هو رئيس الجمعية الملكية لكرة القدم ومدير. واش بصح كنت مخطوبة لهذا السيد؟ كنت غادي تزوجوا. هو صديق مونيكس فيونسي. نعم يا أختي. صديق مونيكس فيونسي. طب حد فيكم كلمها بقى؟ بلاش أنا كلمها. ديال فاش حنا كنا كنكونوا جالسين والناس دو 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 راه هذاك مونيكس فيونسي هو اللي كيكون جالس معانا. اضحك محمد، اضحك 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 عبد الله، اضحك اضحك العن، اضحك اضحك. ركز في موضوع النقاش. الناس لديهم هموم أخرى غير مكترثين لا لما يحدث ولا للاقتصاد ولا لمن مات ولا لحرية التعبير ولا لأي شيء. لغة وكأنها لغة الحمامات. هؤلاء لديهم هموم أخرى تماما، هموم عاطفية. المساكين يجب أن يتضامن معهم الشعب. ربما المسكينة لم تتلقى رسالة من صديقها منذ يوم. هذه كارثة يجب أن يتحرك من أجلها الدولة والشعب. ربما قد تقول لي أن هذا استثناء. لا، بل هذا نموذج، وهذه ظاهرة. عالم الصحافة المخزنية يعج بعلاقات عاطفية حقيقية وسهرات ونشاط وعلاقات ومقالات ترسل عبر واتساب لتلميع صور وإلهاء الشعب وتوجيه الرأي العام. هذا هو نموذج الصحافة التي يريدونها. استمع إلى هذا المقطع كذلك. فاطمة الزهراء خلقات لرأسها صورة عن الناس، هي داك الشيء لنا رأس مالها. شنو هو داك الشيء؟ هو اش؟ مركز الرقص. اش مركز؟ هذاك مركز الرقص وهذاك الشيء الناس دابا راه كيخسروا عليه الفلوس باش يصوبوه. استمع كيف يحاول ان يجعل من حوار قذر حوار منمق يظهر كنقاش جاد. يستعمل من اجل ذلك العربية الفصحى. كل هذا من اجل الهاء الشعب ومن اجل صرف الجمهور عن ما هو اهم ونشر التفاهة. ان رسالتهم نشر التفاهة. وبين الفينة والأخرى يأتون ببعض الضيوف ليملأوا الفراغ لكي لا يكونوا مفضوحين تماما. كل هذا كما قلت لكم في إطار إلهاء الشعب. هذه الأشياء تتصدر التوندونس في حين أن البلد تعيش أزمات كارثية، أزمات في حرية التعبير، في حقوق الإنسان، أشياء أخرى يصل بسببها الإعلام الأجنبي إلى التوندونس المغربي. ننتظر أن تتكلم عنها فرانس 24 أو البي بي سي أو معتز مطر، رغم أن هذه المواضيع تأتي بمشاهدات، إلا أن الإعلام المخزني لا يناقشها ويمارس دوره ألا وهو نشر التفاهة وإلهاء الشعب. الصحافة المغربية هذا هو دورها، أن تنشر مواضيع تأتي بمشاهدات كبيرة وأن تكون مواضيع تافهة تماما. طبعا سيردون الآن ويقولون أن هذه برامجنا ونحن أحرار، نحن نختار المواضيع بدون تعليمات. سأقول لك نعم، لم تتلقوا أي تعليمات، وهنا المصيبة. بما أنكم تقولون أنكم لم تتلقوا أي تعليمات، فلماذا تختارون تلك المواضيع في تلك الأوقات؟ نريد أن نفهم فقط الحقيقة. أما في النهاية فأنتم أحرار، افعلوا ما تشاءون في برامجكم، نحن لا نتدخل في حرية أحد. نريد أن نفهم سبب تصرفاتكم هذه فقط. يجب أن يستيقظ الشعب من غفلته. كفى من توجيه القطيع. إذن كيف تباع وتشترى الصحافة في المغرب؟ كيف تتلقى التعليمات؟ النظام المخزني نظام شيطاني عبقري في الشر فقط. في المغرب لا توزع الأموال مباشرة على الصحفيين، لأن ذلك يعطي فرصة للصحفي أن يسجل من يساومه، وربما إذا خرج إلى خارج البلاد وما إلى ذلك أن يستعمل تلك الأشياء ضد الدولة، أو ربما يرفض ثم يهرب، أو ربما تتسرب وما إلى ذلك. إذن ما الذي فعله المخزن؟ المخزن ببساطة منع إنشاء أي قناة في المغرب إعلامية، وكان لديه قنواته الرسمية فقط يقول فيها ما يشاء. ثم بعد ذلك عندما ظهرت هذه المواقع بدأت تزعج النظام وهو لا يستطيع السيطرة عليها، لكنه فطن إلى نقطة ضعفها. هذه المواقع تحتاج تمويل، إشهارات مباشرة، فماذا فعل النظام؟ سيطر على وكالات الإشهار ويمنع الإشهار عن المواقع المزعجة للنظام، والمواقع تعلم أن المخزن هو من يسيطر على الإشهار، فبالتالي تعمل دون أن تزعجه ودون أن تغضبه. وهكذا الصحافة تطيع النظام دون أن يكلمها تماما،
وتعرف أنها إذا أغضبته سيقطع عنها الإعلانات، سيقطع عنها المال، وسيتخلص منها بسهولة. وبالتالي هذا جعل أن كل الصحافة المغربية تطيع النظام، لديها حد أو سقف معين لا تتجاوزه سمح النظام بالوصول إليه، لكنك إذا تجاوزته وأشرت إلى المرض بشكل مباشر سيقطع عنك الإعلان وستعلن إفلاسك، كما حصل لموقع بديل، موقع المهداوي، وأيضا يسجن الصحفيين الذين يحاولون تجاوز ذلك الخط. إذن النظام سيطر على الإعلام عن طريق السيطرة على الإعلانات.